موضوعنا اليوم موضوع بهم كل الشباب والبنات، موضوع إذا كان الشاب ما عنده بيت ملك كيف تشوف البنت هالموضوع، وكيف إذا بتقبل فيه ولا لا. خليكم معنا وتابعونا. إذا بدك تتزوجي، إذا الشاب يتزوجك ما عنده بيت، لا ما بيصير. معقول ما عنده بيت؟ من أسكن يعني ما عنده أجار؟ ما لا عنده، ما عنده بيت ملك بتساوي؟ لا ما مستحيل، ما عنده بيت يعني ما برضى ما يكون عنده بيت نهائيا. لا نهائيا. هلا بهي الظروف صعب الواحد يكون عنده بيت، يعني اغلب الشباب ما عندهم بيت. واذا لقيت الوحده شب اول شيء يعني هون فما في مشكله. اذا اجاني شو عريس ما عنده بيت ملك طبعا ترضي؟ اكيد تعطيه؟ ليش بدا؟ لانه هلا صعب، اجارات غاليه، صعب اذا بدهم يعيشوا مع بعض. ليه؟ لانه اكيد بده يكون بحبه. وبعدين الحياه مشاركه وفيها تعب وفيها عذاب وفيها حب وفيها غرام. يا هلا بهاي الاوقات الشاب يعني هوم سوريا مفكرين انه البنت. اذا لقيت الوحده شاب اول شيء يعني مش ضروري انه الشاب يكون عنده كل شيء مشان انه تتجوز او شيء، انه بيت ملك وبنك ومدري شو شو مكتب يعني. اكيد لا، يعني مو ضروري بيت ملك لانه ما فينا نطلب طلبات خياليه. في مشكله بس بالنهايه الواحد كمان اذا متوفر البيت عنده للشاب فانه ايه ليش لا. الواحد انا بالنسبه لي ايه ضروري مستفر. انا بوجهه نظري هالوقت اول ايه الملك احسن، بس هالوقت لا. المفروض يكون عنده استقلال مادي يعني هذا اهم شيء، وانه يكون عنده انه مكان مسكن يعني شو مكتب يعني. اكيد لا. اذا قادر ايه، اذا مو قادر اجار حسب. في اهالي ما بتتقبل، بيدبروا حالهم ما بعرف. فانه بنراعي كلنا عنا شباب يعني، مو بس نطلب شيء ونحن اللي عنا ما عم نقدر نأمن له. ما بعرف، هي حسب بقى، بترجع للبني ادم. اختلفت اراء الناس حول اذا كان البيت هو شرط اساسي للزواج، ولكن السؤال المهم كيف الشاب رح يقدر يشتري بيت بظل هاي الظروف. كان معكم محمد انيس دياب، تلفزيون نينار من دمشق.